ويمكن عشان كده يمكن لما فخامة الرئيس أطلق يعني اللي أنا بعتبره أكبر مشروع في العالم النهاردة بيتم تنفيذه، مشروع حياة كريمة، واللي بيستهدف 60 مليون مواطن في الريف المصري، ده بجميع الأحوال مشروع ضخم جدا ومشروع بكل المقاييس العالمية، مشروع فريد من نوعه، عشان فعلا نحقق جودة حقيقية للحياة ل60% من الشعب المصري في خلال 3 سنوات، علشان نقدر نغير ونعوض ونغير وجه الحياة هناك. ولكن القضية الحالة اللي احنا النهاردة بنتوقف عندها كحكومة ولسان حالة، طب وماذا بعد؟ على الرغم من كل هذه الجهود اللي بتبذل، ما زال التحدي قائم، والتحدي قائم في بمنتهى الأمانة الزيادة الكبيرة والمستمرة بالسكان، واللي بيقابلها على الجانب الآخر وفورا احتياجات جديدة في كل مناحي الحياة، في تعليم وصحة ومواد غذائية ومياه وأراضي للتنمية وإسكان. حجم هائل النهاردة احنا كدولة دائما بنتوقف عنده ونجابهه في كل سنة واحنا بنحط الموازنة. فخامة الرئيس احنا في هذه المرحلة، ويمكن لا يخفى على احد، احنا بنعمل الموازنة الجديدة للعام المالي القادم، وببدأ بتناقش مع كل زملائي الوزراء على حجم الاحتياجات الجديدة اللي احنا محتاجينها. وطبعا بمنتهى الامانة، وانا اسمحوا لي بس حدي بعض الامثلة البسيطة، بنواجه بحجم ارقام يعني حتى قدرات الدول المتقدمة لا تستطيع ان تجابهها. انا حدي سبيل، حدي رقم بس واحد هتوقف عنده. احنا النهاردة في عام 21 الزيادة الطبيعية لمصر تقريبا 1.5 مليون نسمة، وهي الفرق ما بين المواليد والوفيات. 1.5 مليون نسمة دول عشان نعرف احتياجاتهم قد ايه، انا حدي مثل واحد. اذا افترضنا ان اي مدرسة واي فصل تعليمي عشان يبقى عدد فيه مناسب، من المفروض بنقول من 30 طالب، هقول حد اقصى واتجاوز 40 طالب. يبقى انا كدولة محتاج كل سنة اضيف 40,000 فصل جديد عشان هذه الزيادة السكانية. 40,000 فصل تكلفة انشاء الفصل النهاردة فقط 0.5 مليون جنيه. هنا بتكلم على الفصل جوه، يعني لما بحسب قيمة المدرسة بقول دي فيها 20 فصل، يبقى تكلفة المدرسة على طول كده بقول 10 مليون بكل خدماتها بكل شيء. يبقى انا لو بتكلم على 40,000 فصل في 0.5 مليون، يبقى حضراتكم بتكلموا على 20 مليار جنيه كل سنة انا محتاج اضيفهم عشان ابني فقط فصول. ده ناهيك على ان انا محتاج اعين ليهم معلمين ومدرسين وتكاليف تشغيل وصيانة طائلة. طب احنا عندنا تراكمات قد ايه؟ عندنا تراكمات بتصل الى حوالي 200,000 فصل النهاردة موجودة من الفترات السابقة، وبنشتغل بكل قدرات الدولة الهائلة عشان نحاول نخفض هذه الفجوة. طب اذا كنا قادرين على هذا الكلام بالامكانيات الكبيرة والدفع والدعم الكبير والمتابعة المستمرة من سيادة الرئيس لتنفيذ المشروعات باعلى معدلات، طب هنعمل ايه في الجديد اللي كل سنة مطلوب مني اضيف هذه الارقام الهائلة؟ الكلام ده بينطبق على الصحة، بيتكلم على حجم مستشفيات كل سنة انا مطالب كدولة اضيفها لامكانياتنا وقدراتنا، ومش فقط مباني، انا بتكلم هنا مباني وبنية اساسية وعنصر بشري يقوم على هذه الخدمات. فالنهاردة احنا كدولة مجابهين بحجم تحدي على جميع المقاييس لما بنتناقش بيه مع كل الحكومات المماثلة وكل الحكومات المثيلة، دائما لسان حالهم بيقولوا انتوا بالنسبة لكم طب وماذا بعد؟ انتوا شايفين الدنيا هتروح لفين بعد 10 سنين و15 سنة مع القدرات، بالرغم من كل المشروعات اللي احنا شايفينها انتوا بتنفذوها على الارض هائلة، ولكن على الارض برضو عندكم التحدي بتاع التنمية البشرية وزيادة عدد السكان، واحنا هنعمل فيه ايه؟ والنقطة الاساسية، ويمكن عشان كده برضو اللي انا حابب اديها كمثل، قضية المياه والامن الغذائي. احنا النهاردة لو نتذكر جميعا في 1950 كان عدد سكان مصر 20 مليون نسمة. احنا النهاردة يعني في شهر مارس طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء هنبقى 103 مليون. يعني زدنا 5 اضعاف. نصيب كمية المياه اللي بتصل لنا كمية ثابتة. احنا لما كنا عند عدد سكاننا 55 مليون نسمة، احنا كنا وصلنا الى حاجز او حد الفقر المائي.
لان ببساطة شديدة احنا مواردنا كلنا عارفين من مياه النيل 55 مليار، مع بعض الموارد الاخرى بتصل الى 60 62. فالنهاردة تعريف الفقر المائي هو نصيب الفرد 1000 متر مكعب في السنة. مصر لما وصل عدد سكانها ل 60 مليون احنا بدأنا الدخول في حد الفقر، النهاردة احنا 103. معنى كده ان تراجع نصيب الفرد من المية الى ما يساوي 550 ل 580 متر مكعب فقط، يعني حتى نصف معدل الفقر اللي المفروض كنا نبقى عليه. طب اذا كنا النهاردة مع كل الدعم الهائل اللي بتقوم بيه كل مؤسسات الدولة وخطة النهاردة الدولة المصرية بتنفذها للاستفادة من كل قطرة مياه، النهاردة احنا عندنا يعني توجيهات فخامة الرئيس وتنفيذ المشروعات اللي بنعملها في كل رقعة من مصر لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي وتحلية المياه والاستفادة من كل نقطة مية كانت موجودة النهاردة وتطهير البحيرات والترع وتبطين الترع، كل ده عشان نوصل الى اقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية الموجودة حاليا ونغطي الاحتياجات الحالية للعدد السكان اللي موجود. طب نتخيل مع بعض لو استمر نفس هذا المعدل في الزيادة كيف سيكون الحال كمان 20 سنة مع نفس كمية المياه اللي موجودة؟ هيبقى لا يوجد بديل قدامنا غير موضوع تحلية المياه والتوسع في تحلية مياه البحر، وده بديل حتى هذه اللحظة بديل شديد التعقيد، تكاليفه كبيرة، ومش هينفع ان انا استغل هذه الموارد عشان ابدأ ازرع بيها ولا اعمل، هيبقى بالكاد ان انا اوفر مياه شرب او مياه للناس. فده تحدي ضخم جدا النهاردة احنا كدولة محتاجين ان احنا كلنا كمواطنين نتوقف شكل بلدنا. اذا كنا النهاردة بنصارع الزمن والدولة المصرية بتصارع الزمن علشان انها تعوض ما فات، طب كيف سيكون المستقبل كمان 20 سنة؟ كيف سيكون الحال لو احنا النهاردة بعد 20 سنة بقى عدد سكاننا يقترب من 150 مليون؟ كيف يمكن ان يعني نتخيل او يعني نفكر كده الدولة المصرية هتدير ازاي هذا العبء الكبير؟ لان الموضوع ليس فقط هو مشكلة، ودائما ده انا حابب ان انا اقولها بصورة واضحة لكل المصريين، دائما ينظر لهذا الموضوع يمكن من بعض المواضيع منظور ثقافي موضوع ديني، ويعني ان احنا العنصر البشري هو عنصر اكيد عنصر ايجابي وكل الدول بتقاس بالعدد السكان وقدراتها، ولكن الموضوع ليس عدد فقط، الموضوع في الاساس هو جودة العنصر البشري. جودة العنصر البشري، هل هذا العنصر اللي موجود والفاعل على أعلى مستوى من التعليم والوعي والثقافة والصحة وعنده القدرة أنه ياخد كل خدماته، ولا هو مش قادر أن هو يحصل على هذا الكلام لأن موارد الدولة اللي هو موجود فيها ليست قادرة على توفير هذه الخدمات بالرغم من كل الجهود الهائلة اللي بتتعمل جوه الدولة؟ لأن الموضوع معلش أنا آسف أقول أرقام في الآخر، قدرات موارد طبيعية موجودة في هذه البلد قصاد النمو السكاني اللي بيحصل. وهذا الموضوع أكده الدستور المصري في المادة 41 اللي قال إن الدولة المصرية لازم تحط برنامج للتنمية والترشيد السكاني في ضوء تعظيم إن إحنا عايزين نستفيد بالموارد المتاحة لدينا طبيعية وإن إحنا إزاي ننمي العنصر البشري. وبالتالي القضية اللي النهاردة بنطرحها يعني قدام حضراتكم جميعا إن حان الوقت لينا كمصر إن يكون لينا استهداف حقيقي لقضية الزيادة السكانية، وان احنا كلنا كمواطنين ننظر لهذه القضية انها قضية امن قومي وقضية حياة او موت وبقاء لهذا الوطن، لان كل زيادة كبيرة واللي مش هنقدر احنا كدولة نستطيع بمواردنا الطبيعية نلبي الاحتياجات الاساسية اللي الينا هيبقى ده شيء عنصر سلبي وضاغط علينا كلنا، ولازم ان احنا ننظر لهذا الموضوع ما يبقاش لسان حال الاسرة المصرية، انا اسف اقولها، ما يبقاش كل واحد فينا بيقول هي جت عليا انا على الاولاد بتوعي، لا احنا لازم ان احنا ناخد في اعتبارنا المستقبل الفترة القادمة وكيف نتعامل معها. احنا الحقيقة درسنا في خلال هذا المشروع تجارب الدول الاخرى وشفنا الدول الاخرى تعاملت مع هذا الموضوع ازاي وحطت ازاي عدد كبير من هذه الدول البرنامج بتاعها كان مكون من يعني مزيج من الحوافز الايجابية والحوافز السلبية، لكن احنا بقدر الامكان من خلال هذا البرنامج وضعنا النهاردة رؤية واضحة جدا
الى ان احنا بنحاول نغلب اولا الوصول لكل المواطنين بكل الخدمات الاساسيه اللي هم عايزينها عشان نساعدهم في موضوع تنظيم الاسره، في اعطاء بعض الحوافز الايجابيه للاسره المصريه عشان تشجعها على الوصول للهدف اللي احنا نتمنى الوصول اليه، ان يبقى معدل الانجاب بحد اقصى طفلين في الاسره الواحده. كل ده اتحط، والنهارده يمكن هيشرحه زملائي معالي الوزراء لحضراتكم، عشان نوصل لكلنا للهدف ان احنا نكون شايفين مصر فعلا في خلال العشرة 15 السنة القادمة بتحقق اعلى معدلات تنمية، والمواطن المصري يستطيع فعلا ان يشعر بان كل الجهد الهائل اللي بيحصل النهاردة بيصل اليه فعلا بصورة مرجوة، لان هو ده التحدي الرئيسي اللي احنا كلنا شايفينه النهاردة مع بعض، واللي دائما احنا كلنا بنفكر فيه كمجموعة. طب اذا كنا النهاردة مع كل حجم لهذا العمل وكل الجهد وكل الاستثمار اللي الدولة المصرية بتنفذه، وقادرين النهاردة بنتواكب او بنتماشى مع حجم التحدي، طب ايه اللي هيحصل كمان 10-15 سنة؟ ولازم كلنا نتوقف عند هذا السؤال مع استمرار الزيادات بالصورة الكبيرة اللي موجودة. اعتقد انا حابب ان انا اختم كلماتي بانه حان الوقت لينا كلنا كمصريين، وهنا انا مش بتكلم، مش بنفصل ما بين الحكومة والشعب، ان احنا كلنا نتحرك مع بعض على تحقيق هدف ان احنا كيف نرشد ونقلل من الزيادة السكانية على مستوى الدولة المصرية على الأقل في 10-15 سنة القادمة، علشان نستطيع فعلا ان احنا نعوض التراكمات ونخفض التراكمات اللي موجودة سابقا، ونحقق زيادة في معدلات جودة الحياة لكل المواطنين بتوعنا ان شاء الله، في اطار الرؤية والدعم الكبير اللي الدولة المصرية النهاردة بتقوم بيه من مشروعات والتوجيهات الكبيرة اللي بتقوم بيها القيادة السياسية عشان نحقق كل مستهدفاتنا لغاية 2030.